جينيسيس 2016 ريال 6 سلندر فول كامل، هذه بال 6 سلندر. المواصفات عندك كرت فتح وتشغيل ذكي، نظام مراقبة ضغط الإطارات، جنط 19، نظام صوتي ب 17 سماعة لكسيكون، وعندك عدادات الساق بالرؤية الفائقة مع شاشات تي اف تي بالمنتصف قياس 7 انش، ستاير كهربائية للزجاج الخلفي، ستاير جانبية يدوية للزجاج الخلفي، أنوار أمامية زنون، أنوار ضباب أمامية الإي دي، إشارة انعطاف الإي دي بالأنوار الخلفية، شاشة وعندك يا طول العمر شاشة ملاحة عالية عالية الدقة بتفاصلة مقاسها 9.2 زائد نظام معلومات السائق، ماوس مع دي في دي، مرايا خارجية بإضاءة سفلية لتسهيل الدخول مع علامة جينيسيس، إشارة انعطاف المرايا الخارجية، مرايا خارجية تعتيم تلقائي، تبديل السرعات من خلف المقود، تحكم بالصوت من المقود، ذاكرتين وضعية مقعد السائق والمرايا الخارجية والمقود، مقود وتعديل كهربائي لأربع اتجاهات، 9 رباقات، 2 أمامية وأربعة جانبية، وستاير 2، وحماية جانبية بالسقف زائد حماية ركبة السائق، وعندك مساعد المقود الهيدروليك الكهربائي ونظام الثبات الإلكتروني ESP، نظام مساعدة الكبح عند الطوارئ، نظام الكبح التلقائي عند الطوارئ تحت سرعة 80 كيلومتر، نظام المساعدة على الانطلاق عند مرتفعات، مرايا جانبية تطوى كهربائيا، مقاعد من الجلد الفاخر، حساس مطر، حساسات أمامية خلفية، كاميرا للرجوع للخلف، إظهار خطوط المساعدة على الرجوع الخلف بالشاشة الوسطى، نظام الرؤية المحيطية 4 كاميرات، الشبكة الأمامي كروم زائد شرائح باللون الأسود، نظام مراقبة النقط العمياء، وتكييف إلكتروني بتحكم منفصل زائد نظام تحسس وإزالة الضباب تلقائيا زائد نظام تنقية الهواء الداخلي من البكتيريا والروائح الكريهة زائد حساس غاز ثاني أكسيد الكربون، فرامل يد إلكترونية، نظام تعديل شد شدة وزوايا الإنارة الأمامية عند الإنارة المعاكسة، شاشتين خلفيتان LCD، شاشتين وراء LCD، وعندك عرض المعلومات الأساسية للسائق على زجاج بروجيكتر، بخاخات تنظيف الأنوار الأمامية، نظام التنبيه عند مغادرة المسار، فتحة سقف بانورامية، نظام مساعدة المساعدة على إغلاق الأبواب شفط يعني صندوق شنطة كهربائية، بعد حركة كهربائية للمقعد الخلفي زائد تدفئة وتهوية، ديكور داخلي من الخشب الطبيعي وتسخين وتهوية المقاعد الأمامية، ومثبت سرعة ذكي، وسقف السيارة داخل من الجلد الشامور. هذه في الكامل 6 سلندر 2016. قوة الأحصنة 348 حصان، التسارع من 0 إلى 100 6.8 ثواني، الماكينة 3.8، صرفية البنزين 11 كيلو. ما شاء الله ريحة الجلد. تنبيه خروج عن المسار، إزالة تحكم الدركسون، كنا شرحنا لكم. هذه الشاشة اللي بالنص، في تبديل الجير 1 F1، وهذه الشاشة عندك مقياس 9، إزالة تحكم المكيف، هنا إزالة تحكم حقة الشاشة، ستارت، في شاشات خلفية وسقف بانوراما، سقف شموع، رباقات أمامية وجانبية، وعندك هنا فتحة USB أو AUX، ومخارج حقة الولاعة، وهذا حق حامل الكوار، هذا حق الجير، وعندك هنا تحكم هنا تصغير وتبريد مراتب، وهذا الكاميرا،
هذا التحكم كله بالشاشة من الماوس. عندك تغذية مرتب اثنين. ستاير جانبية وهذه الشاشات الخلفية. هاي زر التحكم الصف الثاني اللي ورا. هنا في فتحة USB ومخرج ولاعة. صراحة الموتر بالنسبة لي أنا جيز اللي ما شاء الله تبارك الله. نبي عاد رأي الناس اللي جربوا الموتر اللي هو 6 سلندر الريال، عطونا خلي الناس تستفيد، عطونا مميزات العيوب استخدام الجودة الخرابات الصيانة أسعار قطع الغيار. نبي تشاركونا بتعليقاتكم تحت عشان الكل يستفيد. والجينيسيس تقارن بإيش؟ أنا بالنسبة لي أقارنها باللكسس الجي إس 350، وصراحة شكل الموتر مرتب ما شاء الله من برا ومن داخل. أنا جايز لي والله، أعطونا رأيكم. أربع كاميرات وعندك رادار بالأمام وأنوار ليد وحساسات أمامية وغسيل أنوار. هذا الليد النور زنن والشبكة كروم وفيه الرادار. أعطونا رأيكم يا شباب الموتر. اللون حتى اللون صراحة جميل. هذه مكينة الجينيسيس 6 سلندر. هذه الريال فل كامل 2016. وسلامتكم يا شباب، وراح بإذن الله ننزل الجزئين الباقيات اللي هو الجينيسيس 17 هذه اللي بجنبها ستاندر والأزيرة. ولا تنسون الاشتراك واللايك. ألف شكر للجميع.